صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. النهاردة حلقتنا تهم كل مواطن مصري. هنتعرف منها على كل ما يشمل قانون الضرائب. وضيفنا النهاردة ضيف مهم جدا جدا. ضيفنا النهاردة هو يعني هنقول ما شاء الله، يعني تقلد أكثر من منصب، كان مستشار وزير المالية للإشراف العام على تطبيق القانون القيمة المضافة، كما كان يرأس أكثر من لجنة، لجنة فض المنازعات، لجنة الإسقاط الضريبي، لجنة الإحالة للنيابة الإدارية، وكان عضو في أكثر من لجنة، لجنة الدمج ولجنة التنقلات ولجنة شؤون العاملين، وأخيرا رئيس هيئة الضرائب المصرية المستشار عبد المنعم مطر. بالراحة بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. ما شاء الله التيتل كتير قوي. ف الحمد لله، منورنا جدا في الحلقة دي يا فندم. ربنا يخليك. 2020 شهدت أكثر من قانون في الضرائب أرهقت المواطن، الفايدة منها إيه وهيعم عليها إيه من الفقير؟ هي بالفعل 2020 كان فيها أكثر شهدت أكثر من قانون أكثر من إصدار ضريبي، ولكن لو نظرنا للإصدارات اللي صدرت خلال 2020 هنلاقي إن جزء كبير جدا منها في صالح المواطن وليس زيادة أعباء، يعني ما زودتش الضريبة. ولكن لو نظرنا مثلا للضريبة على الأشخاص الطبيعيين والمرتبات والأجور هنلاقي إنها عدلت الشرايح بحيث إن هي رفعت حد الإعفاء من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه للشخص. بمعنى يا فندم يعني توضيحا أكثر، يعني حد الإعفاء يعني اللي بياخد يعني مرتبه مثلا 8000 مرتبه في السنة، إجمالي مرتبه في السنة 15000 معلوش ضرائب، معلوش ضرائب. الموظف بيضاف لل 15000 9000 جنيه، كانت 7 زيدت إلى 9 بحيث إن بقى في حد إعفاء تقريبا في الشهر 2000 جنيه، لأن 15 و9 24 على 12 في 2000 جنيه في الشهر، فبقى الحد الأدنى للأجور اللي هو ال 2000 جنيه معفي من الضرائب. يعني لو حد مرتبه 2000 جنيه ما يخضعش الضرائب، ما يخضعش لأي ضريبة بالمرة. بالمرة أكثر من 2000 أكثر من 15000 جنيه لغاية 30000 جنيه. طب سؤال يا فندم، 2000 جنيه الأساسي ولا بالمتغيرات كتوتال المرتب؟ لا، إجمالي ما يتقاضاه. إجمالي ما يتقاضاه. من يعني 15. مثلا لو الاساسي بتاعه 2000 مثلا وليه متغيرات وحوافز ومش عارف ايه ما يزيد عن ال 2000 بيخضع للضريبه، بياخد اي ضريبه. اما ال 2000 معفى من الضريبه، كده هياخد على الشعب المصري كله. طبعا غير الشريحه برضو من اللي هي كانت لغايه 30000 كانت 10% بقت 2.5%، من 30 ل 45 10%، من 45 ل 60 15%، من 60 ل 200 ألف 20%، من 200 ألف ل 400 ألف 22.5%، ودي الجديد بقى الشريحة الأخيرة، فوق ال 400 ألف 25%. دي استحدثت، دي لسه مستحدثة. ده بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وده طبعا بيراعي فيها تصاعدية الضريبة بحيث كل ما زاد الإيراد كل ما زادت نسبة الضريبة. طب ناخد مكالمة هاتفية الأول للبعد الاجتماعي. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس شفت الحلقة قلت أقول إزاي ضريبة والضرايب دي كلها القاعدة بتتفرد عليا. طب عرفينا بنفسك الأول يا فندم، عرفينا بنفسك الأول. أنا أم محمد أو اسمي منال. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك. منين يا منين يا مدام منال؟ أنا من المنصورة. من المنصورة، أهلا بيك يا فندم. اتفضلي. أنا دلوقتي جوزي موظف كده عامل يعني في مدرسة، وبعدين كل شوية كان بياخد اللي هو المرتب بتاعه كان كويس، وبعد كده اتخصم منه وبيقولوا له الضريبة الدخل. طب هو ضريبة الدخل ازاي واحنا لاقيين ناكل ولا نشرب لما يخصموا علينا كمان ضريبة الدخل؟ وانا مش فاهمة يعني ايه ضريبة الدخل وايه الضرايب اللي قاعدة بتتحط فوق دماغنا دي. ماشي يا فندم، شكرا يا فندم، هنجاوب حضرتك على السؤال ده ان شاء الله. هو اللي انا عايز اقول لحضرتك، هو اصلا الرواتب قليله، يعني مش مكفيه اساسا المواطن. نعم، دي مشكله بقى يعني لما يتحط عليها ضغط خصم ضريبه. لا، دي مشكله عامه، حته ارتفاع الاسعار او ان بعض او رواتب كتير قليله.
وان متطلبات الحياه بقت زياده بالظبط وكتير بالظبط. دي مشكله عامه اللي رعاها المشرع في الشريحه ال 2.5%. يعني اللي هو بياخد مثلا في الشهر 2500 بيخضع ال 500 جنيه زياده دول ل 2.5%، كانت بتخضع 10% قبل كده. فهي كلامها مظبوط في شيء من الصحه. ليه؟ لان كل ما زاد المرتب هيخضع لشريحه هيخضع لشريحه اكبر اعلى. وهنا هيبدا يحس بالضرايب، ففي هنا يعني اللي هو بنقول اللي كان الناس بيطالبوا بيه بالتصاعدية الضريبة، فهي التصاعدية اللي هي فئات ضريبة مختلفة، كل ما زاد الدخل كل ما زادت الضريبة. هل تعتقد حضرتك ان المفروض ان الضريبة تتاخد على الأغنياء فقط؟ لا، هي الضريبة التصاعدية بالفعل على الأشخاص الطبيعيين دي منطقية جدا. في عندنا ضريبة بقى على الشركات دي مقطوعة 22.5%. ده رسمي 22.5% أي متحدد كان حجم أي صافي أي كان حجم المؤسسة أو صافي الإيراد بتاع الشركة بيخضع ل 22.5%. 22.5%. طب هل ضريبة قطعية إن 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 فعلا الفقراء فقراء الناس اللي مرتبهم ضعيف في مصلحتهم يتخصم منهم الضرايب مع متطلبات الحياه وزياده الاسعار ومتطلبات الجديده؟ يعني احنا بقى لو بصينا لايه اهميه الضريبه اللي مخلينا اللي خليها بتطبق على جميع فئات المجتمع بس بفئات بنسب متفاوته. انا الضريبه النهارده بتاعتي المفروض انها بتساعد في تنميه المجتمع. ازاي بتساعد في تنميه المجتمع؟ ما انا كنت عايز حضرتك تشرح لي باختصار. انا كل سنه مثلا الضريبه اللي باخدها بضخها تاني في السوق في صوره مرتبات واجور، سواء في مشروعات بتقام زي طرق كباري ومدارس مستشفيات تامينات مش عارف كل الحاجات دي اللي هي الخدمات اللي بتتم التضامن الاجتماعي دي بتتم من ايراد الضرايب اللي هو بيمول الوزن العام للدوله. فبضخها في السوق. لما بضخها في السوق في صورة مرتبات وأجور إيه اللي بيحصل؟ الناس اللي بتتقاضى هذه المرتبات مستنية المرتب بتاعها على أساس إن هي تصرفه. هتصرفه على إيه؟ أكل وشرب وملابس وخدمات وهكذا. بتشغل وراها ناس تانية عشان تجهز لها الحاجات دي. إذن أنا بنمي المجتمع بتاعي في نفس الوقت بساهم في عملية البنية التحتية اللي أنا بعملها وبجهزها عشان أجذب الاستثمار، بحيث يجي لما أجي النهاردة بعمل مدن صناعية جديدة، لما بعمل مناطق صناعية جديدة، لو ما كنتش أعرف أوصل لهذه المدن وهذه المناطق الصناعية وفي طرق ممهدة وفي كهرباء وفي مية وفي غاز، المستثمر مش هيبقى عنده الحافز إن هو يجي يقعد في المنطقة دي ويشتغل فيها يعمل فيها مصنع. وانا قصدي انا بتكلم في نقطه مثلا برضو اشرك حضرتك معايا فيها. يعني قد اكون مخطئا قد اكون اتفضل. يعني هو معظم الموظفين يعني مرتباتهم اصلا حوالي 2000 جنيه 2500، يتراوح بين 2000 ل 2500. متطلبات الحياه اكثر من 2500 جنيه كمرتب. يعني ما يدفع مثلا ايجار، يدفع مصاريف او دراسه، مصاريف دروس، علاج. أكيد. لا قدر حد من اولاده مثلا تعب راح بيه مستشفى صرف علاج، فبالتالي اصلا 2500 مش هيكفوه. مبلغ قليل، مبلغ قليل جدا. نعم. فانا نعم. يعني ليه اخد ضريبه على مبلغ 2500؟ يعني يعني انا اعتقد يعني كانت المفروض هي ال 2000 معفاه زي ما اتفقنا. اصلا مش هتفرق 2000 من 2500. لا، يعني ال 500 يعني مثلا ابدا خد مثلا ضريبه من الشخص مثلا مرتبه مثلا 5 6 7 ابدا خد ضريبه. هو من 5 6 7 بتبدا تزيد فئه الضريبه. ما هي بتزيد بس ولكن القليله دي بتتخصم. يعني مثلا 2500 بيتخصم منه ضريبه كام؟ 2.5% من ال 500 جنيه. يعني كلام فاضي. كلام فاضي جدا يعني. مش ما يعني اذا دي معلومه مهمه جدا لازم نوضحها للساده المشاهدين. يعني انا مرتبي 2000 يبقى انا معافي ضريبيه، مش هيتاخد مني ضريبه. يعني حوالي 12 جنيه ونص في الشهر. ما انا هقول لحضرتك انا لو انا مرتبي مثلا 2000 مش هيتاخد مني ضريبه بالمره. طب لو 2500 بيتاخد الضريبه على ال 500 على ال 500 على ال 500 فقط مش بالزبط. على التوتال ال 2500 يعني حوالي 12 جنيه ونص. يعني حوالي 12 جنيه ونص.
لا دي حاجة كده، لا ده ما فيش اه لا مرة. ما فيش انما لا مع الناس فاكرة العدد مثلا، بتبقى الناس فاكرة ان المرتب ك2000 ونص بيتاخد منه 2 ونص على التوتال لا الى 2000 ونص. فدي معلومة مهمة جدا اوضحها للسادة المشاهدين، بالظبط ان مثلا انت مرتبك 2000 يبقى انت معافي من الضريبة، مش هيتاخد منك ضريبة. بس لو وصلت ل 2500 فيما فوق ال2000 مثلا 2500 بقيت 2500 بيتاخد منك ال 500، ما بيتاخدش نعم الضريبة على ال2000 ونص كتوتال، لا على ال 500 جنيه الزيادة فوق ال2000 بيتاخد منك ضريبة 2 ونص. بالظبط شرحتها انا كده صح؟ بالظبط كده مظبوط تمام مظبوط. تمام يا فندم. فهنا مش هيحس بيها، يعني مش هتبقى الضريبة هي لا 12 ونص مشكلة. بقى ان المرتب ضعيف فدي دي مشكلة مشكلة، تانية، مشكلة تانية، دي مشكلة مشكلة عامة. تانية. ودي اللي لما كل ما يزيد تنمية المجتمع وزيادة الانتاج يبقى فيه قدرة لدى المستثمر اللي بيشتغل انه يدي مرتب اعلى، وبالتالي يحسن من دخل العاملين بتوعه. فده الهدف من تنمية المجتمع، وان انا اعمل بنية إنشاء بنية تحتية، تحتية. ان انا افتح مناطق صناعية جديدة، افتح مجالات للعمل، افتح مشروعات. الحاجات دي كلها هتزود في دخل المواطن وبالتالي تحسن من معيشته، طبعا وهي بإنشاء دي الاساس. الطرق، بإنشاء البنية التحتية، بإنشاء المدن، ده طبعا بالظبط بالظبط. محتاج. طب ناخد المكالمة الهاتفية دي، ناخد المكالمة الهاتفية. اتفضل. ألو، الو، السلام عليكم. صباح الخير يا فندم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا فندم. عرفنا بحضرتك يا فندم. خالد عبد اللطيف يا فندم، مين يا استاذ خالد؟ مواطن مصري. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا فندم، يا مرحبا بحضرتك. اتفضل يا فندم. دلوقتي انتوا حضرتكوا عمالين تتكلموا على الضرايب والقيمه وال 500 جنيه والحاجات دي. ممكن انا بقى حضرتك الفت نظرك لحاجه اتفضل نفس الناس الغلابه اللي بحق الحقيقي. اتفضل. حضرتك بتتكلم على اساس ان الناس بتقبض 2000 و2000 ونص. طب في ناس بقى اللي هم المطلقات وازواجهم متوفيين اللي المعاش بتاعهم 340 جنيه، دول نعمل لهم ايه؟ شكرا يا فندم، شكرا ليك، شكرا ليك. هي وصلت انت عايز تقول ايه، واحنا عارفين حاجه زي كده طبعا، ان في مرتبات وفي معاشات قليله جدا لا تكفي المواطن للمعيشه، ده حاجه احنا عارفينها كويس قوي، بس هي ظروف بلد. حقيقي هي حقيقي. وبعدين خلي بالك حضرتك كمان، الحديث عن الضرايب مفيش حد في العالم بيحب مسمى الضرايب، بيكرهوها. طبيعي، ما هو انت هي بتاخد مكروه. مش بتدي، وبالتالي انت مكروه. مش محبوب، انت بتاخد مني ايا كان الحجم اللي بتاخده منه، دي حقيقة، واخد دي بالك. حقيقة. ده على فكرة مش في انما مصر لما بس، نبص لها من منظور عام، ده مش في مصر بس على فكرة، في جميع العالم، يعني في جميع العالم لا، لما التكس. نبص من منظور عام طبيعي جدا في ظل بقى الرأسمالية، ان انا النهارده الدولة ما بقتش هي اللي بتمتلك المشروعات عشان يبقى في فائض مشروعات يصرف على البلد، او في مثلا لو الدولة بتمتلك ثروات طبيعية تقدر تصرف منها على البلد، كان هنا هتقدر تخفف الضرايب وعبء الضرايب. انما تبص تلاقي مثلا دول زي الدول العربيه، السعوديه، الامارات، الكويت، البحرين، بداوا النهارده يطبقوا الضرايب. هنرجع للنقطه دي، بس نطلع فاصل اعلاني الاول. نطلع فاصل اعلاني ونتواصل تاني ان شاء الله، ارجو ان تبقوا معنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع السيد المستشار عبد المنعم مطر. فمداخله تاني بسرعه كده، احنا لسه راجعين فاصل يا جماعه. طيب الو، وعليكم السلام. كنت استاذنك على السوق سنه. انا مدام خير. اهلا بيك يا فندم، منين يا فندم؟ انا اساسا انا عايشه في خصوص هنا، عايشه فين يا بعد فندم؟ المرجة. خصوص. اهلا بيك يا فندم. الاستاذ اللي معاك بيقول ما بيشلوش ضريبه الا من الالفين ونص. انا معاشي كان الف. لا هو بيقول الفين فوق الالفين بتاخد ضريبه، طب الالفين انا معافي. انا لسه ما جابوش الالفين، واخدين مني 7 جنيه. 7 جنيه اه دي ضريبه الدخل؟ لا هي بالفعل السنه دي اتاخد نص في الميه
انت مرتبك كام اصلا يا فندم؟ المعاشات غير خاضعه للضرايب على فكره. الو، انا معاش جوزي. دي معاش. انت معاش جوزي؟ اه معاش. معاش غير خاضع. المعاش غير خاضع للضريبه. اه بس السنه دي السبعة جنيه دي عباره عن نص في الميه بتاعت السنه دي بس، اللي هي بيتاخد من مرتبات 1% ومن يعني مره في السنه المعاشات نص في الميه السنه دي بس، هتطبق السنه دي بس من أول اللي السنة. هي لمواجهه حضرتك كنت موجود لما تطبقت تداعيات كورونا. تداعيات كورونا. مش ضرايب. بس هتطبق على طول يعني؟ لا لا لا، هي السنه دي هي السنه دي فقط. السنه دي بس. هي هو سياده المستشار بيقول لك ان هي السنه دي بس اللي هتطبق عليها السبع جنيه اللي اتخصموا منك. ودي مش ضريبه. ودي مش ضريبه. تداعيات كورونا، فيروس كورونا. نص في المية. احنا الغلبه ومعانا عيالنا في المدارس، يعني واحنا معاشنا على قده خالص. دي تداعيات يا فندم بقى كورونا. وشكرا لحضرتك، هو عامه هو جاوب على سؤالك. ونرجع لحديثنا تاني. الناس غلابه فعلا. حقيقي. يعني الناس غلابه والجنيه بيفرق معاهم والله. اكيد اكيد. احنا بنتكلم في 7 جنيه، ان في ناس قاعده ايه 7 جنيه؟ لا لا لا، اصل هي معاش قليل طبيعي. في جنيه معاش قليل، الجنيه بيفرق. 7 جنيه بالنسبه لها مبلغ كتير. كنت محتاج حضرتك تشرح لي بالمختصر يعني ايه الضرايب، الدخل والضريبه على العقارات. ضريبه الدخل دي ضريبه مباشره. احنا عندنا نوعين من الضرايب في مصر، ضريبه مباشره وضريبه غير مباشره. ضريبه الدخل ضريبه مباشره، اللي هي عباره عن ايه؟ أربعة تجارية صناعية، ضريبة على أربعة تجارية صناعية، ضريبة على المهن الحرة، ضريبة على كسب العمل، ضريبة على التصرفات العقارية. دي ضريبة الدخل. دي ضريبة الدخل. ضريبة الضريبة الغير مباشرة هي ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. نرجع بقى للقيمة المضافة. حضرتك من ضمن الناس اللي طبقت قانون أو عملت قانون الضريبه المضافه. بالظبط، كنت في فريق العمل اللي عمل. لا كنت حضرتك بترقصه. قانون في فريق العمل. ما انا كنت على راس المصلحه. كنت على راس المصلحه وقتها. يعني هو خرج بموافقتك. ان شاء الله. عايز اعرف بقى الناس يعني ايه قانون الضريبه المضافه. هي الضريبه المضافه. وليه حضرتك حطيت القانون ده تحديدا؟ هي قانون القيمه المضافه دي مش جديد. الفكره دي جت في دماغك ازاي؟ هو مش جديد. الفكره دي جت في دماغك ازاي؟ لا هي مش جديده. احنا من سنه 21 هي جديده على مصر. لا من سنة 21 موجودة في مصر. موجودة في مصر. بس عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن ضريبة على بعض السلع. وكانت إدارة تابعة لإدارة الجمارك. ما كانتش مستقلة. دي حاجات الاستيراد مثلا؟ وكانت تحت مسمى رسم إنتاج. إتاوة، فروق أسعار. إتاوة. كانت موجودة. يعني كان في ضريبه اسمها ضريبه إتاوة. الحكومه بتاخدها. كانت موجوده. كانت موجوده يعني؟ لا لا ماشي، كانت او مش كانت. لا كانت، بس كانت موجوده. كانت موجوده ضريبه اسمها ضريبه إتاوة. الحكومه كانت بتاخدها. كانت موجوده. دي معلومه اول مره اعرفها. كانت على ايه؟ على ايه بقى؟ على بعض السلع زي النجف، زي ورق الكوتشينه، زي الكحوليات. المستوردين انا بستوردها من بره ولا اللي موجوده هنا؟ كانت سلع بنسميها سلع رفاهيه. مش كل المجتمع بيستخدمها، فئه معينه من المجتمع هي اللي كانت بتستخدمها. دي كان مفروض عليها فروق اسعار ورسم انتاج وإتاوة. وسنه 73 اتفرض ضريبه بتاع كان اسمها ايه، كانت عشان الحرب، عشان احنا ندعم الاقتصاد البلد ضريبة ايام شهيد. الحرب. جينا في سنه 81 كل ده اتجمع واتعمل بيه ضريبه الاستهلاك، قانون ضريبه الاستهلاك 33 لسنة 81. قانون ضريبة الاستهلاك. أنا سرحان دلوقتي في ضريبة الإتاوة دي. ما هي بس ما علينا. ما هي كانت من ضمن الضرايب. اتجمعت بقى كل ده. الاسم مستفز يا فندم. كل ده بقى اتشال واتلغى واتعمل ضريبة الاستهلاك. ضريبة الاستهلاك كان خاضع ليها 54 سلعة، زيدت ل 74 سلعة، ثم 124 سلعة. التطور الطبيعي لضريبة الاستهلاك كان ضريبة المبيعات. السادة المشاهدين احنا معانا قانون 11 سنة 91 رئيس هيئة الضرائب المصرية، يعني حاجة بدرجة وزير، يعني سابقا حاجة بدرجة وزير، فنستمع لكلامه جدا جدا ونفهمه كويس. أنا بس بلفت نظر السادة المشاهدين بأكد عليهم تاني مين الضيف اللي معانا. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. ضريبة الاستهلاك دي تطورت إلى ضريبة المبيعات. ليه؟ لأن كان فيها مشاكل كتير. أولا كنا بناخد الضريبة من صالات الإنتاج. تخيل حضرتك السلعة بتنتج في المصنع وهي بتتنقل للمخزن، كنا بناخد الضريبة مجرد نقلها من المخزن. طيب قبل البيع. داخل المداخلة دي الأول. اتفضل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عرفنا بس انا عملتك لما كلمتك قلت لك ان المفروض ان الضريبة ايوه اللي بتتاخد ديت من المفروض ان يبقى في جزء
منها توزع على المعاشات. حضرتك بتشتغل يا فندم الوكيل؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ والله مش مشكلتك يا فين انا بشتغل ايه، انما هي مشكلتك ان انت بتتكلم في الموضوع ده، والمفروض ان انت توجه الطيف بتاعك للموضوع بتاعك. انت النهارده بتاخد ضريبه، المفروض ان انت تساعد الناس اللي ظروفها مقصره، اللي بقول لحضرتك عليها 300 جنيه و400 جنيه و1000 جنيه. لا 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 خير حاجه من الضريبه دي. طبعا عايز تاني المكلف صح. انا هرد على حضرتك. حاضر، في حاجه تانية عايز تقولها؟ اتفضل يا فندم كمل. هو كلامه في شيء مش صح، وفعلا انا النهارده ضريبه ايه؟ ضريبه تحقق عداله اجتماعيه. من ضمن الضرائب قانون القيمه المضافه لما صدر. في اول البرنامج ان موضوع الضريبه اصلا شيء مكروه. طبعا فحضرتك لازم تكون فاهم، واكيد متعاطف برضه وفاهم يعني بدون شك ان انا باخد مش بدي. الضريبه بتاخد مش بتدي، بس هي بتدي بشكل غير مباشر. يعني مثلا موضوع التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي ومعاش التضامن الاجتماعي، في قانون القيمة المضافة لما عملناه سنة 16 في 1/7/2017 زيد سعر الضريبة من 13% ل 14%. 1% دي رايحة لبرامج تكافل وتضامن، واخد بالك؟ بخلاف ان ايراد الموازنة العامة للدولة 75% منه موضوع الضريبة المضافة ده جاي من الضرايب. ده على فكرة عايز حلقة لوحده اكيد، يعني ده لو اتكلمنا فيه كتير. القيمة المضافة فيها انا بس كتير. عايزك تشرح للناس يعني ايه قيمة مضافة، وليه حضرتك فكرت في الفكرة دي وانشأت حاجة اسمها قانون الضريبة المضافة؟ هي زي ما قلت لحضرتك ان احنا كنا بنطبق استهلاك من 81، في 91 طورنا منه وطبقنا مبيعات. في 16 كانت الاول على المنتجات الرفاهيه زي ما حضرتك قلت، كان على عدد محدود من السلع. بدا يزيد يبقى على جميع السلع المصنعه وعلى بعض الخدمات في ظل ضريبه المبيعات. جينا في ظل القيمه المضافه طبقنا النظام اللي هو مطبق في العالم كله، اللي هو بيقول ان جميع السلع تخضع للضريبه الا ما اعفي بنص خاص. وجينا في جدول الاعفاءات فيه حوالي 56 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من الضريبة. جميع هي أي فاتورة يمت... ضريبية حاليا عليها ضريبة مضافة؟ كل السلع، أي ضريبة، أي فاتورة. يعني أنا مثلا راح أشتري حاجة في عليها فاتورة يضيف لي عليها، عايز فاتورة ضريبية طب في ضريبتك؟ لا، هو المفروض إنهم يقول لكش أضيف لك أو ما أضيف لكش. لا على طول يعني السلعة تخضع للضريبة يطلع الفاتورة على الضريبة. كل السلع يا فندم خضع للضريبة؟ لا مش كل السلع. مش كل السلع. في عندنا مجموعات سلعية زي الأكل والشرب مثلا، منتجات الألبان بالكامل، اللحوم بالكامل سواء مصنعة أو حية، الأسماك، الدواجن، المكرونة العادية، الأدوية، الأدوية، كل ده معفي من الضريبة. مستلزمات طبية، كل ده معفي من الضريبة، اللي هي الأدوية. لا مستلزمات طبية يعني الأدوية ما لهاش ضريبة، ما لهاش ضريبة، معفاة من الضريبة، معفاة من الضريبة. جميع السلع الا ما استثني بنص خاص اللي هو في المستلزمات الطبيه عليها ضريبه. المستلزمات الطبيه عليها ضريبه، انما الادويه معفاه. معفاه مشتقات الدم مهمه معفاة. جدا برضو كل ما يخص اصحاب الحالات الخاصه معفاه. العجل اللي مش عارف القطع الزلهامي. طب ناخد المداخله دي ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اتعرف بحضرتك؟ انا معاك الحاج عبد المقصود. منين يا حاج؟ انا منين يا حاج عبد المقصود؟ من شبرا. اهلا بيك يا فندم، اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. طب ما توصلني للراجل اللي قاعد بيتكلم. فضل. ماشي ماشي احنا سامعك. انا معاك. ايوه الو انا معاك سامعك. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. سلام عليكم فندم. سعادتك بتتكلم عن الضريبة بتاعت ال ايه، القيمة المضافة ولا الدخل ولا ايه بالظبط؟ ولا المرتبات ولا ايه؟ الدخل. الدخل. طب حضرتك احنا مثلا واحد زي على المعاش ومعاشه 2000 جنيه. المعاش معفي من الضريبة. مش مقضين معاش. المعاش معفي من الضريبة. خاضع للضريبة يا فندم. ايه؟ المعاشات معفاة من الضريبة. طيب ماشي، يعني الضريبه دي ما بتزودش المعاش ليه يا استاذ؟ هي المعاشات
ده شك وده شك يا فندم. اللي احنا بنتكلم على الضرائب دلوقتي، انما كمعاشك تزويت معاش ده مش فيد الضرائب، انما انت كراجل بتاخد معاش انت معافي من الضرائب نهائيا. دي برضو معلومه يعني ما كانش حد يعرفها كتير على فكره يا فندم. يعني يعني ما بيبقاش ما بياخدش منه مع ضرايب؟ لا 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 خالص. طيب ماشي شكرا. العفو يا فندم، شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. معلومه مهمه جدا برضو ان الناس تعرف ان المعاش لا يخضع للضرائب. هي لابد من توضيح للمجتمع بالفعل. يعني برنامج حضرتك ده ممتاز في انه ان حضرتك بتوصل للناس ايه من اللي خضع الضريبه وايه اللي مش خضع الضريبه، ووضع الضريبه ده ايه. يعني هي الضريبه دي تكافل اجتماعي، عباره عن ان انا بجمع زي ما حضرتك في البيت كده بتعمل جمعيه هو عشان تجيب حاجه. هو قصده ان هو بياخد معاش فبيتاخد ضريبه، فالمفروض ان هي معاش بتاعه يزيد عشان بيتاخد ضريبه. انما هو لازم يعرف برضو، لازم المواطن يعرف ان الضريبه مش بتتاخد فقط لذات المعاشات، لا دي هي بتتاخد لبناء بنيه تحتيه، لبناء طرق، لبناء كباري، لبناء مستشفيات. جميل. زي ما حضرتك قلت في نسبه بتروح لوزاره التضامن. حضرتك قلت برضو معلومه مهمه احب اكد عليها، ان كل ذوي الهمم الخاصه المعافين من الضرائب. بالظبط. حتى لو عنده منشاه؟ لو عنده منشاه بتخضع للضرائب. يعني لو عنده محل مثلا كده على قده قاعد فيه مثلا. لا ده بيبقى يعني ايه، بيحاسب نشاط تجاري صناعي ايا كان. طب هو معفى من الضرائب من ايه بقى؟ انما الحاجات اللي تخصه يعني اجهزه تعويضيه، حاجات لما يروح يشتريها ما بيدفعش القيمه المضافه. يروح يشتريها ما يدفعش على الضرائب. ما يدفعش القيمه اللي هي القيمه المضافه. معفى من الضرائب القيمه المضافه اللي هي 14%. فده كان التطور الطبيعي للقيمه المضافه اللي هي الغير مباشره. السنه دي مثلا كان في برضو قانون جديد. حضرتك ليه حددتها 14%؟ بس ناخد الاول مكالمه الهاتفيه ديت وبعد كده نجاوب تجاوبنا على السؤال. ماشي اوكي اتفضل. الو الو صباح الخير يا فندم. صباح النور. عرفنا بحضرتك. ايوه انا اسمي شعبان رمضان. انا اسمي شعبان رمضان. استاذ شعبان منين يا استاذ شعبان؟ من الوراق. اهلا بيك يا فندم. يا ريت توطي التلفزيون عشان نسمعك كويس يا فندم. اوطي التلفزيون؟ عشان نسمعك كويس. عايزين نوطيته. اتفضل يا فندم. الناس قايل اتفضل يا فندم. اتفضل دلوقتي انا عايز افهم. اتفضل. الدخل الضرايب سامعني؟ سامعك اتفضل. الضرايب بتتاخد على القهوه ولا ما بتاخدش على القهاوي؟ على القهاوي؟ تمام. ده السؤال حضرتك؟ ده شق. ماشي؟ تمام. الشق الثاني؟ الشق الثاني احنا عندنا في الشارع اللي انا فيه بتنزل فيه 6 عربيات فراخ بيضة حوالي بمليون جنيه او مليون وين ان شاء الله. طيب دول ما بتدخلش عليهم ضرائب ازاي؟ وصل سؤالك يا فندم، شكرا ليك. تمام. القهاوي عليها ضرائب؟ بص يا بيه، هو اي نشاط مشروع خضع للضرائب. اي نشاط مشروع خضع للضرائب. اي نشاط مشروع. هنا بقى في نقطه مهمه جدا انا كنت مستعجل السؤال عليها وكنت ماجله بصراحه. يعني هل في فعلا قانون ان ناخد ضرائب من تجار المخدرات والعوز بالله والدعاره؟ بالنسبه للقضايا تجاره المخدرات او السلاح او الدعاره، انا باخد من الثلاث اشخاص دول تاجر المخدرات السلاح الدعاره، هل بيتاخد منهم ضريبه؟ بص يا بيه، الضرايب بتحاسب مين؟ الضرايب بتحاسب اي نشاط تجاري مقنن. مشروع مقنن يعني. مشروع. طيب موضوع بقى تجاره المخدرات والسلاح والدعاره دي شغل مباحث الاداب ومباحث الطهر، بيتاخد منهم ضريبه؟ ما انا جاي لسيادتك. لا انا بس قول لي انا ما باخدش حاجه. انا ما باخدش ضرايب. تمام. هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان اي واحد من دول بيتمسك ويثبت عليه القضيه بتتصادر امواله. تمام. والمباحث بتخطر الضرايب انها تفتح له ملف عشان تحاسبه عن لو حقق ارباح خلال الفتره دي بعيدا عن الدوله. طيب انت النهارده لا عيد لي تاني يا فندم، معلش عيد لي الجزء ده تاني. انا النهارده المباحث بتعمل وانا مثلا ابطل على تاجر مخدرات بتعمل القضيه. تمام. وتاجر المخدرات اعترف بجريمته واتقبض عليه، المباحث بتبلغ الضرايب وتصادر امواله
ماشي وصدر مباحث وبقى الحكم نهائي وبات المباحث بتبلغ الضرائب بتفتح له ملف إن باعتبار ان هو كان بيدخل له ايراد. انا كده بقننها الملف هنا الملف بتاعه هنا انا هاخد ضرائب من ايه اذا كان هو اتصدرت امواله بالكامل واتحبس وده نشاط غير مشروع بس ما يصحش ان انا اتابعه ملف ضريبي. لا انا مش بتابعه انا مش ب... مش يعني هنا يعني هنا هنا اتفتح له ملف ضريبي بالزبط. ولا ما اتفتحلوش ملف هو ضريبي. اتفتح له ملف ضريبي طيب يبقى كده خلاص هو هو كده ملف ضريبي عن تجاره المخدرات إيه ملف ضريبي عن تجاره السلاح ايه المغزى ان اتفتح له ملف ضريبي بقى الراجل اللي بيشتغل عمل شريف مفتوح له ملف ضريبي واللي يتقبض عليه وتثبت عليه ما حضرتك قلت اهو ما يتفتحلوش ملف ضريبي لا يقارن ملف ضريبي لا يقارن بتاجر مخدرات او تاجر لا سلاح هو الملف الضريبي أو هنا أو, او او ممارسه الفحشاء لا هو فانا المفروض ان انا ما افتحش يعني انا يعني حضرتك تقنعني هو مش بهدف ضريبه ان انا فتحت له ملف ضريبي لا هو الهدف مش ضريبي ما باخدش منه ضرايب الهدف مش ضريبي الهدف عقاب انك انت النهارده اتقبض عليه اتحبس اتصدرت امواله تمام اتمنع من النشاط ده طب انا هحاسبه على ايه اجراء نطلع فاصل ونرجع نكمل الضرايب هنا مجرد نطلع فاصل ونكمل اجراء فاصل اعزائي المشاهدين وتواصل ارجو ان تبقوا معنا بعد الفاصل مع المستشار عبد المنعم المطر رئيس هيئه الضرائب المصريه السابقه نرجع بقى لموضوعنا مهم جدا الموضوع اللي هو شاغل بالي بجد والله يعني انا فتحت له خلاص ملف ضريبي لا انا معاك انا انا انا, أنا قصتي لا انا فاهم برضو وجهه نظري انا قصتي ان مثلا ان واحد تاجر سلاح تاجر مخدرات والعياذ بالله ممارس الفحشاء او الدعاره ازاي انا اخد منه ضريبه اصرف منها على المواطن هو اساسا اوريدي فلوسه حرام يعني انا هي فلوسه حرام انا مش هاخد منه ضريبه ولا خدت منه ضريبه طب بفتح له انا صادرت امواله انا صادرت امواله كلها مجرد اجراء انه يتفتح له ملف ضريبي واخد برسالتك ويتعامل بيه محضر تهرب ضريبي ان الراجل ده بيتربح على حساب الشعب وبيتربح من السوق المصري بدون ما يكون مشروع بدون ما يكون بيقر عن إيراداته وأرباحه ويسدد ضريبة عليها حتة بقى إن أرباحه وإيراداته دي من تجارة المخدرات أو السلاح أو الدعارة فأنا هنا عاقبته العقاب المناسب ليه الجنائي ما هي المحكمة وصدرت أمواله وبتدي له حكم اذا كان لا لا انا عايز اطمنك من ناحيه دي خالص لا انا عايز اطمنك من ناحيه ان انا افتح له ملف ضريبي يعني انا بقنن يعني لا أنا هي مش تقنين هي مجرد اجراء مش اكتر طب حضرتك الملف الضريبي ده مش بيتفتح للمشروعات المقننه ولكن ملف ضريبي يعني انا بشتغل في حاجه مشروع فبالتالي بطلع ضريبه من حاجه مشروع للدوله نعم ده اللي انا اعرفه نعم انما ان انا افتح ملف ضريبي وان انا اعمل مشروعات تنمي البلد مش اكيد 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 مش تساهم أكيد في الفساد وفي اكيد الفلوس اللي بتتاخد من الضرايب على الناس دي اكيد بتروح في اماكن بتصفى الموازنه العامه للدوله هي اللي بتصفى الموازنه العامه طبعا يعني مصروفات يعني الدوله بالظبط كده فهي كل شيء مقنن ليه ملف ضريبي بالظبط انما ده حاجه مش مقننه لا مش مشروعه مش مشروع نشاط مش ليه افتح لها بقى ملف ضريبي ما هو كده كده هو بيتحاكم المحكمه في اجراءات لا هو مجرد في اجراءات نيابه في النهايه بيطلع لقاضي قاضي بيحكم عليه بالسجن بيتصدر امواله ايا كان بس في النهايه انا ليه اعمل له ملف مجرد ضريبة؟ مجرد اجراء يعني هو اجراء بس ما باخدش منه ضرايب انما إن ما انا خدت املاكه كلها ضريبتي اللي اخدتها تاني فهو اجراء لما اجي ابص على القانون بيخاطب مين هو بيقول مثلا انا اشتغلت من سنه كذا لسنه كذا
هو يعني مثلا تاجر مخدرات مثلا بيقول انا كنت شغال من السنه كذا لسنه كذا، وفي السنه دي في السنه دي مثلا تحصلت مثلا مبلغ قد كذا، ما هو ده فتح الملف. هو على فكره هو ما بيروحش الضرايب غير لما يبقى الحكم بات. ما انا فاهم يا فندم، خلاص هو اتحكم عليه واثبتت التهمه عليه ان هو راجل ديلر بيشتغل في المخدرات، يتحاسب عليه ضريبه ليه بقى؟ انا اقول لحضرتك المثال بيوم مثلا بقى انا كنت بشتغل عدد سنين مثلا 5 سنين، في ال5 سنين لو كان اجمالي ربحي في المخدرات مثلا كذا. تمام صح. المغزى ايه بقى؟ لا يعني صح انا كده ماشي اوكي يعني، بس اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ايه؟ انا لما بربط عليه ضريبه من واقع اقراره ده، معنى كده ان انا بقول في ال5 سنين دول ان انا مثلا اشتغلت فيهم، ما يعني بيتحدد له السنوات عشان يتاخد وربحت فيهم في ال5 سنين مثلا 1,000,000 جنيه، فبالتالي حدد المبلغ الربح، فبالتالي انا باخد بقى الضرايب. بيبقى مش هو مش فاتح ملف وخلاص. انا ما باخدش ضرايب، انا بعمل له تهرب وبدي له حكم جنائي يضاف للي هو خده، يبقى انا عاقبته مش استفدت منه، انا ما استفدتش منه حاجه، انا صدرت امواله، انما بعاقبه بقضيه تهرب ضريبي كمان باعتبار ان هو راجل تربح وارباحه دي مخفيه، والضرايب النهارده كاجراء بتعمل محضر تهرب وبتمشيه وبتديله حكم جنائي بيضاف للحكم اللي واخده. طب ما انا ممكن انا 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 يعني انما انا ما باخدش منه ضرايب، مصالحه مع الضرايب يا فندم. لا انا ما باخدش بالنسبه لاكيد الضرايب، يعني انا التهرب الضريبي مش في حاجه اسمها مصالحه مع الضرايب؟ في مصالحه. طب ما انا ممكن اعمل معاك مصالحه. ده وضع تاني بقى. ما انا يبقى هنا لما هيدخل في تصالح وفي بتاع هيدفع فلوس. انما فلوس للضرايب عشان يعمل مصالحه. الفلوس هنا اللي هتتاخد منه فلوس. الضرايب هتروح فين؟ هتروح للدوله. ماشي. لا هتروح فين؟ هتروح لمعالجه الادمان، وهتروح لمقاومه المخدرات، بحيث ان انا منه اصرف عليه على مقاومته وحربه وامنعه. طب ده بالنسبه للضرايب للمخدرات وكله. طب تجري السلاح. كل الانواع. لا السلاح فيه نوعين. طيب في سلاح ورثه الدعاره فحشاء. لا السلاح فيه نوع مباح. هي يعني اصل بص حضرتك، هي نفس الملف اللي بيتفتح عن المده هنا عن المده هنا عن المده هنا. لا طب احنا هنا في المخدرات ماشي بناخد منه المبلغ الضريبي اللي احنا بناخده اللي هو بيعترف بيه في الربح. في صافي الربح احنا بنحدد الضريبه بتاعته قد ايه، بنوديها مراكز الادمان. على فكره حتى هنا بقى في الدعاره في السلاح هنوديهم فين؟ حتى محاسبه الحاجات دي مش محطوط لها قواعد في الضرايب، لانها مش معمول حسابها في الضرايب. طب لو مش معمول لها بيتعمل لها ملف؟ هي مجرد اجراء. الملف ده اجراء. رجعت تاني حضرتك قلت لك هو بيتمسك مثلا، خلينا بقى في تاجر، خلينا في الدعاره. هو هي اتمسكت مثلا واحد عنده والعوذ بالله ايراد من الممارسه بالظبط، واعترف وقال انا شغال مثلا من سنه 2000 ل 2010. تمام. من سنه 2010 ل 2020 كنت شغال في كده. نعم. طب انت كان دخلك كام؟ ما هو ده فتح الملف. طب انت كان دخلك كام؟ دخلي مثلا 1,000,000 جنيه، يبقى صافي الربح بتاعك 1,000,000 جنيه. انا اخدت نسبه من الضرايب على 1,000,000 جنيه، دبيت الدعاره. نعم. النسبه دي بقى هتروح فين؟ لمقاومه هذه الرذيله. بمعنى ان انا بحارب العمل ده، مش عايزه يبقى موجود في المجتمع. طب هنحاربها ازاي يعني؟ مش عايزه يبقى موجود في المجتمع، لازم اعاقبه. عن طريق ازاي؟ فبعاقبه جنائيا وبعاقبه ماديا. من ضمن الماديات اللي هو بيتعاقب بيها انه يدفع ضرايب. اللي هتحاسب عليه. يعني في النهايه بيدفع ضرايب. بس ما هياش يعني الحكايه دي مش هضغط على حضرتك كتير اكتر من كده. مش ليها مش هضغط اكتر من كده. لا مش هضغط. ملهاش يعني الحجم اللي يستاهل. ليه خليتها يا فندم 14% ضريبه التكييف المنضفه؟ الضريبه كانت 10% الاول. ما انا ليه خليتها 14 بقى؟ وكانت طب مش شايف ان فيها 14 اسعار مبلغ كبير؟ هي كان 10% دي على فكره متوسط سعر ضريبه القيمه المضافه على مستوى العالم حوالي 18%، من 15 ل 18% ده في العالم كله. في العالم كله متوسط مصر الضريبه المضافه في العالم كله من كام لكام؟ من 15 ل 18%. بس ده يعني انا بتكلم بقى في نقطه، يعني ان اقتصاد يعني مثلا الدوله دي مش زي، انا مش عايز اسمي دول يعني. اقتصاد الدوله دي مش زي اقتصاد الدوله دي. الدخل الفرد هنا مش دخل الفرد هنا. في المقابل عملت ايه؟ كتير قوي يا فندم. 14 لا ما انا جالس كتير. ما انا جالس في المقابل عافيت كل ما يتعلق
باستخدامات المواطن البسيط. تمام؟ وحطيت بمعنى. حد بمعنى عافيت الاكل والشرب وكل ما يتعلق بالمواطن البسيط. ما انا مش راح سوبر ماركت اقول له مثلا اديني جبنه ولانشون اقول انواع منتجات الالبان مش هيديني فاتوره اصلا يا فندم. مش هيديني فاتوره. لا منتجات الالبان كلها معفاه من الضريبه وما يقدرش يحصل منك ضريبه عليها. ما هو كده كده انا مش هاخد منه فاتوره. انا مش هروح اشتري لا جبنه مثلا. لا الريسيت اللي بيديهولك ده ما فيهوش ضريبه. انما السلع اللي عليها ضريبه بحط لك عليها ضريبه. يعني مثلا في مشكله بقى يعني هنا في مشكله انا دي اللي انا اللي في ناس كتيره مش واخده بالها منها وانا بدات اللي انا الاحظها. ايه هي؟ ان التعاملات الماديه بالورق يعني انا مثلا اروح ادفع فلوس دي هتختفي. صح ولا غلطان؟ ده مطلوب. تمام ليه؟ تمام ليه؟ انا اقول لحضرتك ليه. تمام انا عارف. اكيد لاسباب كتيره طبعا يعني. فانا كده هروح اشتري بفيزا كارت اكيد. نعم. وبحاسب نعم. بيها. نعم. فاكيد دي هتبقى مرتبطه بسيستم. ايوه. فانا مثلا اروح اشتري حاجات مثلا معينه ما ينفعش ان يتاخد عليها قيمه مضافه يتاخد ده عشان خاطر اتعرفت بالدفع الالكتروني. لا مصلحه الضرايب بتراقب المحلات دي. تمام. وبتشوف هي حصلت على ايه وما حصلتش على ايه. واخد بالك؟ فمش معنى ان حضرتك دفعت بالدفع الالكتروني. أيوة. وما شفتش انت اتاخد منك كام على السلعه معناها ان المحل او السوبر ماركت ده حصل منك ضريبه. لا السوبر ماركت عنده سلع معروفه خاضع للضريبه وسلع غير خاضع للضريبه. السلع الخاضع للضريبه بيحط عليها ضريبه. السلع غير خاضع للضريبه احنا بنتكلم على المأكولات اللي هي اصلا ما عليهاش ضريبه. صح؟ بالظبط. انما لو احيانا مثلا اشتري مثلا غساله لبنتي في جهازها عليها ضريبه. عليها ضريبه. ادفع انا ضريبه. الاجهزه عليها ضريبه بالكامل. ولا صاحب المحل اللي يدفع الضريبه. لا المستهلك اللي انا دي ضريبه غير مباشره بيتحملها المستهلك. فهو اللي بيدفع ضريبه. انا برضو انا بتكلم في النقطه دي. طب ليه بقى الضريبه اللي هي 14%؟ انا حاول اسدك. 14% اتفقنا انها ضريبه غير مباشره. تمام. الضريبه الغير مباشره وانا بتكلم في النقطه دي. انا واحد الاول معايا فلوس هطلع الفلوس من جيبي اتفضل خد. مش عايز فاتوره. انا مش عايز منك فاتوره يا عم. اديني فاتوره اديني بيان اسعار. مش عايز فاتوره. انما لما اجي ادفع بقى بالكريدت كارد كده بقى انا غصب عني لازم ادفع الفاتوره. لا والجديد ادفع الضريبه. والجديد دي مشكله على فكره لسه هنواجهها كتير. الجديد بقى اللي هو اللي كنت لسه هقول لحضرتك عليه قانون الاجراءات الضريبيه الموحد الجديد لسه اللي هو لسه معمول في شهر كان في عهد حضرتك يا فندم 10. لا ده شهر 10 اللي فات. ده كان ما كانش في عهد حضرتك. لا 2020 قانون 206 بس اكيد اتعرض على حضرتك. قانون 206 هو تجميع بس اتعرض على حضرتك. لا هو تجميع للاجراءات اللي كنا بنشتغل بيها. ولكن اضيف ليها حته تغليظ العقوبه على الاقرارات والفواتير. اقرارات الضريبيه والفواتير. واستحدث حاجة برضو عشان المواطن يبقى عارف. قانون القيمة المضافة كان الإقرار بتاعه بيتقدم خلال 60 يوم التاليين لشهر المحاسبة. يعني خلال شهرين اللي بعد شهر المحاسبة. يعني أنا مثلا في يناير بقدم إقراري لغاية 30 مارس. كويس؟ أصبح شهر. يبقى بتاع يناير هيقدم إقراره لغاية 28 أو 29 فبراير. فبراير هيتقدم في 30 مارس لغايه 30 مارس وهكذا كل شهر. ده استحدث برضه يعني عمل نظم للاقرارات في القيمه المضافه كل شهر خلال 30 يوم من نهايه الفتره الضريبيه. في المرتبات والاجور في يونيو وفي سبتمبر وفي اكتوبر وفي ديسمبر. وبعدين بيتعمل تسويه اخر السنه بالسنة كلها ايه اللي اتخصم من الموظف وايه اللي ليه. وفي ضريبة الدخل اقرار سنوي اللي هو الشخص الطبيعي لغاية 30 مارس. حضرتك شايف ان المواطن قادر ان هو يستحمل حاجة زي كده؟ يعني انا راح اشتري تلاجة. يعني مفيش بيت من غير تلاجة بدون شك. هو انا هقول لحضرتك الاقي نفسي بدفع مثلا التلاجة غير ان الاسعار اصلا اوفر. يعني الاسعار اصلا عالية عن المواطن. بعد بنشوف على الساحه الاسعار الجديده للاجهزه الكهربائيه لاي منتج عامه غلي. هي بصفه عامه الاسعار بترتفع. بالظبط كده. فانا اجي انا ادفع 14% فوق سعر السلعه ده كتير كتير على المواطن. يعني لا انا افضل
أفضل ولا لما تقترض من الخارج عشان تعمل الطرق اللي تمشي عليها، ولا تعمل المدارس، ولا تعمل تتابع؟ أنا في حلقة قبل كده قلت ولا تتابع الخدمات بتاعتك وال أنا في حلقة قبل كده قلت كل ده كويس جدا، كل ده كويس جدا وان اللي بيحصل كدولة ماشية قانون الدولة اللي ماشية بيه ده في مصلحة المواطن، بس أنا بتكلم برضو بقول إن المواطن عايزها خطوة خطوة، ستيب باي ستيب. إنما بقى في استرس جامد، ضغط جامد على المواطن، ما هوش قادر يلحق من هنا، من مية، من غاز. على فكرة أقول لحضرتك على حاجة، يعني أنا بكلمها، ويا ريت والله المسؤولين بجد يكونوا سامعيني في النص ده. الشعب المصري ده عاطفي جدا، عاطفي جدا اكيد، ومش عايز اقول غلبان، لان احنا مش احنا مش غلابه، احنا الحمد لله احنا الشعب المصري. بس اللي انا عايز اوصح لك ان اقل حاجه بتبسطه وبتفرحه، اقل حاجه بتبسط المواطن المصري، اقل حاجه. يعني مثلا انا لو جيت نزلت مثلا في سعر الكهرباء شويه، نزلت في سعر مثلا كيلو اللحمه شويه، حاجات بسيطه جدا، هتلاقي الناس من بكره الصبح في الشوارع بيهتفوا للحكومه، واحنا عايزين الحكومه. يعني فاهم حضرتك ازاي؟ لان احنا شعب عاطفي بنفرح باقل حاجه. فلو فعلا بجد نزلنا مثلا في سعر مثلا بدل اللحمه مثلا ما بسعرها مثلا وات ايفر ايا كان، نزلنا فيها مثلا لو 10 جنيه في الكهرباء، لو لقينا فعلا ان الكهرباء جايه ارخص، ونقول والحكومه تقول تعلن ان هي نزلت في اسعار الكهرباء حتى لو حاجه بسيطه جدا، صدقني بجد الشعب المصري هيفرح، هينزلوا في الشوارع يأيدوا الحكومة ويقولوا لا احنا عايزين الحكومة. دي حاجة في الشعب المصري انا مش قادر ده طبيعي، ده طبيعي في اي شعب، مش قادرة تلمس هو اي شعب، لا وخصوصا في الشعب المصري. لا 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 جميل. الشعب المصري عاطفي يعني جدا، يعني دايما الاحساس والعاطفة بتتغلب عن القوة العقلية عنده، يعني بتتغلب عن العقل. لا انا هقول لسيادتك على حاجة، هو زي ما بيبقى فيه التزامات في حقوق، الحقوق اللي هي حضرتك بتتكلم عليها، ان انا عاوز ان انا احصل على السلعة بتاعتي بسعر مناسب، تمام، او دخلي يكون يكفي احتياجاتي، تمام. فهنا في التزامات وفي حقوق، التزامات والحقوق بس كتير برضه فن 14%. هي ال 14% لو قسناها بالضرائب على مستوى العالم هنلاقيها يمكن، انت عندك السعوديه على فكره رفعت من 5 ل 15، بس الدخل يا فن، الدخل معايا لا خدت بالك من الحته دي، ماشي، رفعت ضريبه القيمه المضافه يا فندم، خليلي الضريبه 15، خليلي الضريبه المضافه 25%، بس خلي الدخل عندي اقوى من كده. لا ده وضع تاني بقى، ده حاجه تاني، ما انا بتكلم على اساس كده. ده هيجي امتى؟ ان لكل مقام مقال. لا ده هيجي امتى؟ امتى؟ بتحسين الانتاج وبزياده دخول الناس بتنميه المجتمع. طب في دقيقه كده في عجاله بنمو الاقتصاد نختم. الوقت بصراحه خلص مع حضرتك بجد والله، يعني انا في اسئله كتير قوي، يعني كنت لسه عايز اناقش حضرتك في ضريبه الاتاوه، في حاجات كتير قوي كنت عايز اتناقش مع حضرتك فيها، بس هو للاسف الوقت خلص. سعيد بحضرتك جدا يا فندم ان حضرتك كنت ضيفي في الحلقه دي، مبسوط جدا وكان ليا شرف ان حضرتك كنت معايا. شكرا جدا، وانا مواطن مصري في الاول وفي انا عارف ان انت حضرتك قبل الحلقه بتقولي وبدفع انا حاسس وبدفع ضرايب زي اي مواطن مصري، ولا وبتقولي انا حاسس الناس غلاب، انا حضرتك طبعا كلمتيني متعاطف، بس برضه ال 14% كتير يا فندم لحضرتك حطيتها. شكرا لحضرتك يا فندم، وسعيد جدا ان انا كنت مع حضرتكم النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه اجازه، نتقابل الاثنين اللي جاي اللي بعده، يا رب تكون الحلقه افادتكم ونكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم.